السلام عليكم ورحمة الله مستمعي الأوفياء. اليوم غادي نوجدو معكم الحريرة كيف ما كتشوفوا معنا. عندنا هاد الشريك كتشوفوا معايا في الفيديو. اليوم رحنا مجموعين أنا والأخت شاوية باري، وهي تشهات اليوم الحريرة وقالت لي بغينا نتعاونوا عليها باش نوجدوها، وها احنا معكم. يلا شاوية قطعي لنا الربيع. السلام عليكم المشاهدين دو قناة أم عمر، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا رب. الكرافس عندنا الكرافس هما هادو، أنا قلت لها ديري الكرافس بزاف، الكرافس في المغرب زوينين، فيهم الريحة مجهدة. هذا معدنوس مع القزبر، انا نقطع الام عمر وهي تكمل. ياك قطعي انت الربيع والبصله، ما طيشه غنديروها تسلق، نسلقوها ونطحنوها. نطحنوها غير في الماكينه ديال الحمص، هذا عندك كاين في الكونجيلاتور. العدس كنديروا شويه الشعريه من بعد، من بعد نخلطوا الدقيق باش ندوروا الحليله ونجيبوا شويه السمن. ما حطيناش قدامنا الليقامه العطريه، هي عندي. يلا قطعي. بسم الله بسم الله. اليوم نشوفوا هذه الحريره ديال ام عمر الشاويه كيفاش غتجي. غتجي زوينه بالكرافس، كيعجبوني الكرافس. يلاه اللهم يسر. اللحم ما بغيناهش، قلت لها ما ديريش لينا اللحم في الحريره، ارتاح نقص شويه من ما غنديروا للحم. لا ماطيشه ديال الحك غنديروها طبيعيه ان شاء الله. نقصوا لينا اللحم، ديروا لنا الحريره بلا لحم. صافي يا ربي. انا غادي نجيب لك الطنجره باش غادي ان شاء الله نصبو. خليكم معايا غادي نكملوا نقطعوا ربيع ونسلقوا مطيشه نطحنوها ونرجعوا معاكم باش نكملوا باقي الوصفه ان شاء الله اللي هي الحريره. انا نقطع لك، نقي لك البصله وانت قطعيها. صافي صافي، حنا بغينا الحريره لنا يدك تبنتنا، نتعاونوا نشوفوا كي غتجي. بقاو معانا حتى تشوفوا الحريره اللي مطيبينها، طيبها الشاويه باري وام عمر. كي غتجي الحريره معاونين عليها بجوجات، تجي زوينه ان شاء الله. ها هي الحبه ديال البصله تتقطعيها. شكرا. ناخذ القزبر، نعطيك تعاوني تقطعي بهذه، تعجبك هذه قطعي بها. ها هي تقطعي وعاودي بهذه باش يجيك الربيع. انا درت لك القزبر مع معدنوس، معليش معليش. الحريره كل شيء تخلط في الاخر، قطعي كلشي وعاودي بهادي باش تبقى. وحنايا مع المتتبعين ديالنا ان شاء الله راه يقبلوا علينا، وفي الاخر غنقولوا الحريره كيف جات. هاكا تقطعيها بحال هاكا. ماما كيفاش هادي كديري الحريره في الدار؟ هي ديما علاش كندير الحريره بصح هذه ما نقطعش فيها، كنقطع بالموس ديريكت. ها هو اختي السمن جبتو ليك، مزيان. ما خليتش لك القزبر باش ديريه في الاخر، قطعت كل شيء. معليش معليش، خلينا القزبر مع معدنوس. معليش مشاهدين تبارك الله عليكم، راكم تعرفوا ديروا الحريره حادقين، ولكن بغينا نشاركوا معكم الحريره ديالنا. ناخذ كوكوت، هيا نفتح لك الكوكوت، نطيح لك الحمص. يلا سيري غادي تديري العطريه ونديرها انا. ما تركوش الحريره ديالي ولا ديالك؟ ايوا انا باغا نشرب حريرتك وانت باغا تشربي حريرتي. انا باغا نشرب، انا اللي غادي نشرب الحريره. ايوا انت اللي خاصك تشربي حريره مغربيه. كرافس زوينين فيهم الريحة، المهم واخا درنا الكرافس بزاف، الحريرة ديال هكا باش ناخدو
اما الكرافس راه فيه فوائد كثيره هذاك الشيء خصوصا ديال البلاد، ديال البلاد حنا عندنا فيه ماشي بحال هادو ولاد. ايوا هادو كلشي كيديروا في الاخر، استغل الفرصه نحدك هنا كلي داكشي اللي بغيتيو. احنا ما حناش موالين الدار، سي ضيفه ولا ضيفه؟ والو دار الوالدين ما فيها حتى شي واحد ضيف، دار الوالدين كلشي دارو، كلشي شبقى كلشي طيب. انا متصوبه راه فاضيه حنا في الكوزينه، موالين الدار هما اليوم غنديرو الحريره نشكرها مع المشاهدين. بقاو معانا حتى باش ما نطولش عليهم. هاني كملت تقطع ديال الكرافس، حتى لي زليفه ندير شويه من الفوق يبقى الحال نديرو ملي ندورو. كيعجبني ريحه الكرافس. ها هي زليفه، بسم الله ديري هاد شويه من الفوق وهذا اللي كيعطي واحد النكهه زوينه في الاخر. مع نبغيو ندورو بالدقيق ونديرو الشعريه نديرو نزيدو هاد الكرافس و يعطينا واحد الجو زوين. نحيد الشتالك انا هادي ندير الحمص بعد سكن في الزبول شويه باش يجي باش ما يتسحلش. ما غنديروش عندكم نتوما الحمص كياخذ العدس كياخذ طياب ندير دور ياك عندنا كيطيب بالخف هي. ندير الحمص ما قشرناش، خليناه بالقشره ديالو كيجي لذيذ بالشوان. دروك غندير العدس نص بصله درنا وحده هكا، تكون ما كبيره ما صغيره على حسب شحال غديروا. يمكن تعرفوا الحريرال شي حاجه ديال الحريره. هذه حريره الزربه وحريره الكرافس كلشي زين. المتتبعين ديالي راه كيف ما كتشوفوا الشاويه كتصايب ليا في الحريره، و الشاوية بتاعي راها من العائلة ديالي. حنا رحنا في دار الوالدين، دار الوالدين زعما هادي دار الوالدة ديالي وأم عمر دار جداتها. هادي ما كانوش عارفين أنا متتبعين لا ديالي لا ديالك. ضياف بجوج ياسكو ندير العدس. أم عمر ديري نسيا العطرية دابا غنشرب الحريرة من يدك إن شاء الله. مرحبا أنا يا عاونتك بغيتي ندير لك أنا الإقامة إوا كيف ما جات قبلي عليها. مطيشة غدا ندير هاد التسلاق، الطوماط ندير هاد التسلاق وغنطحنوها، وما غنديروش غنديرو غير مطيشة هادي ناتيف ما نديروش الحكلة، نديروها طبيعية طبيعية ما فيها لا لحم لا والو، غتجي لذيذة. نصاوب لك هادي انا معكم. غادي ندير العطريه كما كتشوفوا معايا، غندير البزار فلفل اسود مع غنديروا الحريره شويه كثيره، نديروا شويه الاقامه بالزيت. درنا الفلفل الاسود هنا كيف ما كتشوفوا معايا، عندي سكين كبير والخرقوم ديال مطحون كيف ما تشوفوا، وهذا حتى هو راه زوين حتى هو، كنديروا شويه بالزيت الملح حسب الذوق. غادي في الاخر نذوقو الا جاتنا ناقصه نزيدو. وكيف ما تشوفوا معايا هنا عندي السمن، غندير شويه، ما نديرش هادشي كله غندير غير شويه غير بيدي صافي. هنا غادي من بعد نزيدو مطيشه ومن بعد غادي نبلو بالماء. خليكم معانا انا نخوي الماء ديال الماء شويه حتي والمطيشه مع سلقناها من قبل وطحناها طيبه، يعني ما غاديش نديروها حتى وكان كيف ما كتشوفوا معايا ها هي، ما نديروها حتى نبغيو ندوروا ان شاء الله الحريره. غادي نضيفوها هنا كيف ما تشوفوا معايا، عندي الفورس الدقيق الابيض غادي نخلط باش نوجد التدويره ديال الحريره.
ندور حرير بالدقيق والشعريه ان شاء الله، نزيدوا شويه ديال الكرافس اللي خلينا. الشويه واش تعمرات بغيتي كويس منعنع؟ بصحتك اختي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي التدويره ديال الحريره. كلشي كيعرف تبارك الله يصيب الحريره، غير قلنا نشاركوا معكم اليوم الحريره اللي بغينا نحضروا الشاويه طيري شهاتها اليوم، قلنا نتعاونوا عليها ونحضروها. هنا كيف ما تشوفوا معايا، بعد ما طاب لي الحمص والعدس غادي نضيف مطيشه مطحونه كيف ما قلت لكم مسلوقه، وغنتسنى عليها تتغلي شويه وغندور الحريره ديالي. هنا كيف ما تشوفوا معايا غادي نضيف الشعريه، نخلطها شويه، من بعد غادي نضيف الدقيق ونتسنى على الحريره ديالي حتى طيب مزيان. خليكم معايا. دابا غادي نضيف الدقيق وغادي نخلط الحريره ديالي مزيان، نبقى معاها بالتحريك حتى طيب مزيان، ونرجعو معكم في اخر مرحله. غادي نضيف لكم شويه ديال الكرافس مقطع باش يخلي ديك النكهه، وكيف ما قالت لنا الاخت الشاويه بغات نكهه الكرافس، وكتعجبها الحريره فيها الكرافس بالزيت. اليوم رحنا موجدين الحريره في خاطر الشاويه باري بصحتها وراحتها، ان شاء الله تشربها بالصحه والنفع. ها احنا يا لالا شاويه، ما يكون على خاطرك ومرحبا بك في بلادك. يلا خليكم معايا، ربي يخليك. كيفما تشوفوا معايا الحريره ديالي راها موجوده، راني طورتها وطفيت عليها، ودابا راني كنقدمها. نتمنى ان شاء الله تكون زوينه. لا ريحتها غزاله ما شاء الله، يعطيك الصحه. بصحتك، خفيفه ما درنا فيها لا مطيشه ديال الحوك لا والو، لا ملون لا والو، غير طبيعي وخفيفه كيف ما طلبتيها. خفيفه وصحية يعطيك الصحه، شكرا. العفو اختي، تعاوديها ان شاء الله. ان شاء الله داكشي اللي بغيتي نحضرو لك تتمشي. حنا فرحانين بيك اللي دخلتي وشفناك، الحمد لله. الحمد لله، الله يسلمك ويمشيك. شكرا للمشاهدين على المشاهده. كيف ما تشوفوا معايا راه هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره، وغادي نقدمها مع شويه تمر. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو، وإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك ومن التعليق ديالكم الزوينه اللي ديما كتفرحوني بها. ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. شكرا، مع السلامة. شكرا، مع السلامة المشاهدة، شكرا بزاف، مع السلامة، إلى اللقاء.